ما نوتاش. انا شوف، انا كنقول لك سلمى رشيد بنت فوارات وبنت الحي وساكنه حدانا. دونك سلمى كانت كتجي عندي ملي كانت كتقرا في عقبه، كانت كتقرا مع بنت خالي وكانت من المعجبين ديال دنيا باطمة، وكانت جات عندنا واحد النهار دار جده وغنات الخالي وكل شيء. كنت انا مشيت للستوديو دو دام ومشيت لارب ايدل وهذا، وكان اول لقاء لينا في ارب ايدل. فقط واحد النهار نزلت انا انه انا من الفنانات اللي افتتحوا، فخوره بنفسي انه من الفنانات اللي افتتحوا الحفلات ديالهم المهرجانات ديالهم بالنشيد الوطني. قال لك ملفز كيقفز صافي، وضحت مجموعه ديال الامور لسلمى والجمهور المغربي. ادوني انت وضحتي، واش درتي انت؟ لا شوف،